منشغل بالطاعة حقيقة، عنده طاعة وبيروح وبيحضر والتزم بزي شرعي مثلا، التزمت بزي شرعي وابتدى يغير في ألفاظه ويشيل حاجات ويحط حاجات ويغير صحبة ويحضر دروس ويتعلم حاجات ويعمل حاجات جديدة في حياته ويبطل حاجات كان بيعمل، ابتدى يغير حاجات. حلو، وده جميل جدا ومتحمس وشخص وممكن يعمل حاجات كتير قوي، وده حلو جدا جدا يعني. بس بعد فترة هو ما عمل الحاجة دي عملها ليه ابتداء؟ لله، صح؟ فهو في أيام البدايات بقى كان عنده حرص شديد على ترك أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاه، وكان في ورع شديد، يقول لك إيه المسألة دي فيها قول كذا وقول كذا وقول، في حد بيقول بالتحريم أو مش عامل يا عم، الله الغني يا عم، الله الغني، مش عايزين حاجة، عايزين حاجة مش وشكم خلاص. وكان يبقى ماسك على نفسه قوي، شادد على نفسه قوي وبتاع. بعد كده ابتدى يتعلم اكتر، فابتدى يبقى فيه الحماس، مش هقول يفتر، ولكن الحماس رجع الى الطبيعي، لا هو بارد ولا هو لسه في الحماس البداية، بس بقى طبيعي عاطفته تجاه دينه دايما بتخليه هو ياخد خطوات لربنا سبحانه وتعالى. بس بعد فترة بقى بيعمل الخطوات من غير ما يفكر في ربنا، فبقى الطبيعي بتاعه ان هو بينزل يحضر الدرس وبينزل يصلي صلاة الخمس وبيقول اذكار الصباح والمساء كتاسكات، بقى عنده مهام 5 10 15 20 30 70 مهمة ايا كان، احتمال يبقى عنده مهام كتير جدا، حتى لو يكون حد مثلا شغال في الدعوة ذات نفسها بقى عنده مهام كتير جدا. اليوم بقى زحمة قوي، بقى زحمة بحاجات كتير كلها حلوة مش وحشة، بالعكس حاجات كلها ايه طاعة، بس هو بقى يتعامل معاها كعادة، مش بيتعامل معاها بالعاطفة اللي ابتدى بيها ان انا بعمل دي لله، فاهمين؟ فبعد فترة يزهق، فاهمين؟ ما بقاش عاملها لله، اللي كان بيتحرك قلبه كان بيتحرك عشان ربنا، فبقى يتحرك بالعادة، فبقت القضية دلوقتي قوة وضعف، زهقان ومش زهقان، ملان ونشيط، مش انا هدوس على نفسي عشان، ما هو عشان دي لو جيت تقول له ربنا يقول ايوه ربنا طبعا ممتاز، عاطفة بقى موجودة ولا هو ما بقاش حاسس؟ لا، المهام اليومية دهست عاطفته تجاه دينه، فتلاقيه من كتر الشغل، قال لك من كتر عرسانها بارت، من كتر الشغل ناسي هو بيعمل كده ليه، ناسي ان هو بيعمل كده عشان 1 و2 و3 و4، ناسي ان هو بيرضي ربنا بده، نسى، رغم ان هو بيعمل ايه، بيعمل الطاعة، وكأن النفس قد استولت على العمل الصالح، كما ذكر ذلك ابن القيم في أكثر من موضع، استولت على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فتجد الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون، كما قال ابن القيم. كارثة إنه يبقى بيعمل الحاجات بتاعت ربنا بس إيه؟ ناسي ربنا، مش بيعملها مستحضر بذلك العبادة، فبعد فترة يضعف. ما هي القوة بتيجي منين؟ من الملك، هو بقى دلوقتي وكل إلى نفسه لأنه نسوا الله فيضعف. ان انت تنسى انت رايح فين باللي انت كلفت بيه، تنسى انت قصدك ايه، تنسى ان انت المفترض ان انت ما تعملش الموضوع ده الا لمن، لله خالصا لوجهه، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.